جميع الأشخاص الذين التقيتهم في الأيام القليلة التي عشتها هنا تعاملوا معي بلطف، وهو شعور جميل عندما تأتي لمدينة جديدة. بالنسبة للمغرب التطواني فهو فريق مميز، وهو ما جعلني أتخذ القرار بالقدوم إلى هنا. المكتب المسير، الرئيس وجميع فعاليات الفريق مستعدة وطموحة من أجل تحقيق المزيد من الإنجازات، وهذا ما نتمناه جميعا. قل له بالتوفيق بالإسبانية. بوينو سوارتي معلم. معلم بالدوزة اللي بالدوزة. نهد السبركان رجاء البيضاوي. توفيق توفيق لهذا المدرب. هذاك شي اللغات خوك. أنا عارفك السيفوان. يعني بالتوفيق لهم، بالتوفيق.